حمود ما يصير كل هذا وانت كذي ثابت ماسك نفسك. انا قارقص داخلي قارقص. لا انت انا ما انا عارف تشوفونه يرقص. تعال سوي تدريب. ايوه مو يرقص. ارجع مارس مايك. بس معنا بكوبون هدايا من مستشفى السيف زاد عطورات زاد بنت بول 6 اشهر زاد 10 كوبونات خصم من بنت بول. او هلا هوبا. الو الو كنترول الو فاصل عامر اخوي فاصل انا ذنبي يعني يقول لك فاصل ها انا فاصل انت فاصل اشوف ما عاد اسمعك فاصل ونرجع واير وهلا هبا خليك خذ راحتك يا حمود متى تبي؟ هوا احنا دشينا هوا حسيت بالبرد لا لا يلا من معاي ولا مع محمد ولا بدور؟ شنو؟ بدور معاك السلام عليكم يلا مع بدور الو الو السلام عليكم عليكم السلام هلا والله شلونك من معاي؟ هلا والله فاطمة فاطمة شلونك؟ والله الحمد لله زين شو اخبارك؟ بلعبك لحن الحمد لله بخير بدر طلبتك تبي كاش؟ بنك قبل شعبي يلا الوطني باي نادي يلعب اللاعب جراح العتيجي جراح العتيجي عاد الكويت الكويت شنو الكويت الكويت ويب بنت بول 3 اشهر بقيمة 50 دينار و10 كوبات خصم و50 دينار كاش وهلا هبو شباب عاشوا عاشوا ربع فرقة خوال شعبية مسمين يلا عاشوا هم معطيني الاسم شنو؟ فرقة الخوال الشعبية ملوك الخوال فرقة الخط السريع الخط السريع اللي هناك يلا منو؟ جاسم مع محمد الو جاسم محمد جاسم محمد جاسم محمد زين محمد جاسم الو جاسم محمد موجود؟ باك محمد راشد يبغى غلة يا حب ما بعد حب يرد عليك يا حب ما بعد حب اللي وراه منو؟ زين بثينا رئيس نقول الو لا ما انا مسرحيتي زين مسرحيتك انت منو؟ منو الو؟ منو مسرحيتك؟ احنا انا سمعت مسرحيتك ايش فيكم؟ سمعت دريمز سمعني مسرحيتك من وراك شفتنا؟ منو؟ انت وفهد بن لايت كنا وبثينا وفهد رئيس الفرع الاميري فهد باسم فهد باسم بشير مجيبل ايه؟ نوف السلطان ايه؟ بدر البناي ايه؟ احمد العلي حامد ايه؟ محمد وفرقه باك ستيت بس فهود البناي كنا صج هذا جاك سبارو القرصان القرصان اي لا بس كاركترات شفت انا البوستر الحمد لله هذا شيء ان شاء الله نشرح بيان اول خلينا نحرق القصه ليش؟ خلينا نقول القصه مكياج شركه يبينا حلو وايد حلو والله زين كم رقم؟ 6655 8980 لحظه لحظه بسجل كم كم؟ تبي 6655 8980 6655 8980 8980 زين طبعا شو اسمه
هذا مصاحبها ان شاء الله. واي تحيه اول اتصال بي الحين بعطيه تذاكر. يقولون بتخلص التذاكر. زين تحيه حق كل الانديه، كل الانديه بالسعوديه طبعا، وتحيه خاصه لنادي الهلال الزعيم هلال الملكي، لان انا احبه اعشقه. وفي اتصال عشان ما حد يزعل، ها اللي بتويتر ما تزعلون ما تزعلون، بس الهلال غير يا جماعه خلاص. ها معاك؟ شنو معاك؟ انت معاك؟ شوف عن النوادي انا متى ينزل معاك؟ المعاش حلو. جراندير حلو. جراندير حلو. الو مال الجراندير وحش. الو الو نعم. السلام عليكم اختي. عليكم السلام. من معاي؟ امل. ونعم الشمري. ونعم ونعم ونعم. الله ينعم بحالك. زين سؤالك مساء الخير، دامك بخير، شو اخبارك؟ يعطيك العافيه. بتجون سويت دريمز ولا للحين ما حجزتوا؟ نعم. بتجون مسرحية سويت دريمز ولا للحين ما حجزتوا؟ لا بعد ما حجزنا ان شاء الله، ننتظر التذاكر من عندي. قبل السؤال في تذكرتين خذيتيهم الحين انتي؟ حلو؟ قبل السؤال شي قبل السؤال تذكرتين خذيتيهم؟ حلو دلعكم مدلعكم بعد. وعندك بعد؟ ان شاء الله. وعندك 50 دينار خذيتيها قبل السؤال؟ 50 كاش حق العيد. وهذه 50 قبل السؤال؟ اعطاكم 50 كاش بعد. الحين اسمع جاوبوا الحين هذا. السؤال يقول ممثل كويتي شهير يدعى الاستاذ جاسم النبهان من اكثر الممثلين من اكثر الممثلين نشاطا في رمضان، مثل العديد من الاعمال الجميله في الفن الكويتي، مثل في حامد ديار دور الدكتور المثقف، وتعاون في عدة مسلسلات مع الفنان محمد المنصور، ومثل ايضا في مسلسل ساهر الليل انادي انا الوالد استاذ جاسم النبهان. ساهر الليل اللي قلنا عنه. ساهر الليل ملك. من الفنان اللي سولفنا عنه؟ جاسم النبهان. ايوه جاسم النبهان. 50 دينار تذاكر لبني. جاوبت اليوم ما جاوبت؟ جاوبت. اول شيء اسمها امل، اسم عزيز علي. ثاني شيء جاوبت. ثالث شيء انا تذاكر 50 دينار ايش حرك؟ بعطيك تذاكر حق سوي دريم حياك بس راح. ولك هوبا بعد. انا هوبا. بستك اخوي بابوس حبيبي بجتني. اليوم عندنا مشهد حزين. ما مثلنا مسلسل رمضان، خلنا نمثل اكشن. خايف انت ليش تسوي فيني كذي يا خاين يا ناني؟ يا قليل الادب كذي قاموا يمثلون. اتصال اقول اتصال. ها عند بدور روان. الو. ما اقدر اقول اسم روان، اعطيه بدور. اي في روان في حفل غاء. روان في حرب. هلا والله. شلونك روان؟ تمام الحمد لله. شوف هالحركة شلون روان؟ شنو ايش في قاعد تدلك المصاري؟ لحظة لحظة لحظة. حاطين ريسيفر فوق التلفزيون. روان. هلا. شلونك روان؟ لحظة. خير الله يسلمك. لا 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 تلعب وايد الكاميرا بالدور. عمور قال لي يلعب الكاميرا. روان. هلا والله. قول لك قصة. هاي سالفة وايد تقول قصة؟ مثله مثله. يلا يلا خلنا نمثل. انت دور جعت من النوم. هذا تعال اعطيك موسيقى. لحظة خير. ايه موسيقى 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 وانا بمثل. بيز 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 يلا يلا قول قول. جعت من النوم سبحت وطلعت بالسيارة، رحت اصب بنزين خصوصي دينار ونص يلا. لقيت مخباتي 3 دنانير. الله فلوس. عبيت بدينارين. رحت كملت مشواري ومريت بيت رفيجي. ديد اطلع يا احنا رايحين نبي نحجز حق سويت دريم. بنروح مسرحية هناك عند الحنون. كنا بنروح مسرح بيان عشان نحجز سويت دريم. حجزنا وردينا البيت. رديت البيت. الحين قاعد طالع دم شعيبي. قاعد طالع دم شعيبي. دز مسج عشان يدقون علي. لحظة ذكروني يا جماعة. ذكروني. ذكريني. شنو؟ كم بقى من الفلوس اللي كانت معي؟ كم صبيت بنزين؟ دينارين. كان عنده 3 دنانير. بقي دينار؟ كم بقى؟ دينار؟ بقى دينار. العب العب العب. الملح سبق مو اسبوع. جائزة كابون مستشفى السيف زاد عطور
زاد بنت بو 6 اشهر بقيمه 80 دينار زاد 10 كوبونات خصم العاب بنت بو. ايوه عندنا الخط ولا سكرت؟ لا سكرت. خلاص فازت. وهلا هوبا ومبروك. اخر اتصال غدير لعبها لحن مع معي ولا مع محمد؟ محمود لعبها لحن غدير معك. سلام غدير. هلا فيك. حجزت حق سويت دريمز؟ نعم. حجزت حق مسرحيه سويت دريمز؟ والله ما سمعت. حجزت حق مسرحيه سويت دريمز؟ لا لا الحين. قبل السؤال ليش تذكرتين مجانا؟ حلوين؟ انزين اول شيء قولي. احب اقول كلمه. قولي. أول شيء أشكر طاقم البرنامج. يعطيك العافية. وأشكرك وأشكر أخوك. الله يسلمك. إحنا ترى محمد ضيفنا وأنا محمد. مشكورة. أي محمد؟ محمد. إيه. منور. محمد الحميلي. إيه أنتم قاعدين تلفزيون؟ عشان أنا ضعفت تصير شبهه يعني. أيوه. البرنامج وأشكركم ثلاثتكم. الله يسلمك. صراحة كنا يوم القرقعان عندكم وما شاء الله يعني من ضحك من وناس استانسنا وايد معاكم. نورتونا وشرف فيكم. نعم. واحب اقدم من خلال الرسالة حق الوالدة ام حسن اشكرها اقول لها امي انت وحبيبتي الله يخليك لنا. امين ان شاء الله اجمعين. اشكر هم من اسمحوا لي ادري ودكم تسكرون الخط بس لو لا خذي راحتك برنامجك تبين تقدمين حياتك. حبيبتي تسلم. واشكر زينب البلوشي وحسن البلوشي وبس اشكركم كلكم والنعم فيكم كلكم ما قصرتوا ونتشرف فيكم احنا. ودي اعرف من الريسيف. ريفيرس 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 هو خل اقول لك باختصار. انا بقول عن منو. انا بقول لحظه انا بتحكي باختصار لحظه قبل ريفيرس كله يطقني بس. ريفيرس باختصار خل اقول لك ريفيرس هو مخزنا هو اللي يعني من بعد الله انزين هو اللي مهيئ لنا الجو هني احنا قاعد نستانس وهذا قاعد تشوفونه كل الوناس هذا مو بس احنا بروحنا هو قاعد يكلمنا ومعطينا الجو احنا بعد نشكره مو بس انت ايش كله يطقني متوخر ايش رايك بدر اقول هلا هوبر نسيف ما تبي هلا هوبر لعبها حمود يلا ابي لحن صراحه انا احب اغني وابي لحن تبي لحن تبي لحن في لحن ببالي يلا ببالي بي مقطع صغير خذ راحتك تيتا يلا اسمع شنو الاغنية هذه؟ ما في احد ما يعرفها. وطن النهار؟ وطن النهار! وطن النهار انت النهار يا وطني يا وطني انت الهم اللي هل وانت النهار شنو فازت؟ فازت حبيبي بفن ابتكار حق احد من الاهل عندها تعطيه وعندها بنت بول 6 اشهر بقيمه 60 دينار زائد 10 كوبونات خصم العاب زائد عطور هذا المكتوب غير المكتوب عندك بعد قلت لك تذكرتين لمسرحيه سويت دريم بالعيد ان شاء الله على المسرح بيان بطوله اخوك محمد الحميلي فنان ابو ثين الرئيسي وفهد البناي ونور العميري وفهد باسل ومشاري مجيبل ونوف سلطان وحامد محمد واحمد العلي وبدر البناي وفرقه باك ستيج ولين وسدين الصغار ولين زياد وسدين الزيادي وعبد العزيز بن حسين وفرقه باك ستيج كلهم حياكم الله فكره اخوكم فهد الرويشد وتاليف اخراج اخوكم محمد الحميلي على مسرح بيان ان شاء الله وهلا هبه ومبروك